جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة راي عين كاف من الرياض، تقول فضيلة الشيخ أود أن أسأل عدة أسئلة. أولها، يقال إن المرأة عندما تحرم للحج أو للعمرة فإنها لا تنتقب ولا تلبس القفاز، وفي نفس الوقت يقال إن المرأة يجب أن تغطي وجهها وهي محرمة إذا قابلت رجالا أجانب، وبالطبع الحرم مليء بالرجال الأجانب، وبالتالي فيجب عليها أن تغطي وجهها، فما هو رأي فضيلتكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الأمر كما ذكرت السائلة صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب أو البرقع على وجهها، وأن تلبس القفازين على يديها على كفيها، هذا منهية عنه المحرمة، وليست ممنوعة من تغطية وجهها عن الرجال بغير البرقع أو النقاب، وليست ممنوعة أن تغطي كفيها أيضا عن الرجال بغير القفازين، فتغطي رأسها تغطي وجهها بخمارها عن الرجال، وتغطي كفيها بثوبها عن الرجال، كما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بهن الرجال سدلت إحداها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفن وجوههن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها مطلقا، وإنما هي ممنوعة من تغطية وجهها وكفيها بغطاء خاص هو النقاب أو البرقع على الوجه أو القفازان على اليدين، لأنهما يعتبران من المخيط المحرم لبسه على وجه المرأة وعلى كفيها، هذا ما نهيت عنه المرأة على إحرامها، ولم تنهى عن تغطية وجهها عن الرجال، بل هي مأمورة بذلك كما هي في حالة الإحرام في الحرم وفي غيره، تغطي وجهها بخمارها وتغطي كفيها بثوبها أو عباءتها، إنما الممنوع شيئان فقط، هما البرقع والنقاب على الوجه والقفازان على الكفين، وما عداهما من سائر الأغطية فإنه لا